السلام عليكم خواتاتي وصحاباتي والكبيدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحكم مزيانه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، تكونوا بصحه مزيانه ان شاء الله، وانتم كتشوفوني تكونوا فرحانين وناشطين وما خصكم حتى شي خير. ومرحبا بالناس الجداد والناس القدام معايا في القناه، وكنقول لكم داركم وشكرا لكم بزاف. واي وحده بغات شي وصفه وطلبتها ليا وكنعرف ليها، يعني عارفه النتيجه ديالها وعارفاها زوينه، نحطها لكم ونعطيها لكم، ما كاين حتى شي مشكل. المهم اليوم اخواتاتي غادي نشارك معكم واحد العصير اللي ان شاء الله الرحمن الرحيم غينفعكم في شهر رمضان الكريم، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه وطول العمر وباش ما كتمنوا. هذا العصير البنات كيعالج لنا فقر الدم، كيحيد السخفه ملي كنكونوا صايمين، كيحيد لنا السخفه وكيعالج لنا، يعني كيعطينا واحد النضاره للبشره، كيعالج لنا حتى البشره، كيعطينا نضاره للبشره وكتولي البشره ديالك زوينه، الفم ديالك كيولي في الغوز بلا ماكياج بلا يعني بلا غلوس بلا حتى شي حاجه. كتولي البشره ديالك زوينه وخا تكوني صايمه، وكيعطيك القوه للدس ديالك، كيعالج فقر الدم وما كتبقايش تحسي وخا تكوني صايمه، ما كتحسيش بداك العيا وداك الارهاق والسخفه. المهم هذا العصير هذا كينفعني انا بزاف، كنديرو في الايامات العاديه واغلبيه في شهر رمضان كنديرو بزاف. الاسبوع الاول ديال شهر رمضان كنديرو كل نهار، يعني المده ديال اسبوع، ومن بعد اسبوع كنبقى نديرو نهار ايه ونهار لا، حتى كنتعودوا على الصيام، وكنبقى نديرو جوج مرات حتى ثلاثه مرات في السيمانه. المهم خواتاتي ما نطولش عليكم بزاف، يلا دابا راه مجد كلشي اللي داكشي اللي غادي ندير فيه الفواكه وكلشي داكشي اللي غادي ندير، يلا نصايبوه مع بعضياتنا وتشوفوه معايا. وبالنسبه للبنات اللي طلبوا لي الوصفات ان شاء الله غير صبروا، راه غادي نحط لكم البنت اللي طلبت لي الوصفه ديال الشعار، الشعار المتضرر بالصبيغ، وبزاف ديال البنات طلبوا لي الوصفات راني مقيداهم ان شاء الله غادي نعطيكم وصفات لي زوينين ومجربين. المهم خواتاتي يلا نخليكم دابا تشوفوا العصير ونصايبوه مع بعضياتنا. المهم البنات نبداو بسم الله على بركه الله. اشنو غادي نحتاج في هذا العصير اللي اكثر من رائع؟ عندي هنايا الزبيب، الزبيب اولا العنب المجفف، هذا الاحمر هذا داك اللي تيكون رقي هو داك البلدي، انتوما ماشي الابيض، هذا الاحمر هذا البلدي كناخذ منه واحد المعلقه ونص اولا ديروا جوج معالق على حسب الناس اللي بغيتو، مثلا غتشربيه انت بوحدك ولا غتعطي منه لوليداتك ولا اللي بغيتي. المهم انا كندير هنايا معلقه ونص كبيره ديال الزبيب. الفوائد ديال الزبيب راه زوين زوين بزاف، هذا الزبيب كيعالج لينا الفقر الدم، كيعطينا واحد النضاره للبشره، وكيعطينا واحد القوه، كيحيد السخفه، زوين بزاف هذا الزبيب البلدي، غزال، عطيوه لوليداتكم ياكلوه غير هكاك. هنايا عندي البنان، عندي بنانه وحده، وعندي ليمونه، وعندي واحد الخزوه بحال هكا تكون صغيره، والباربه، الباربه اللي خطيره خطيره في علاج فقر الدم، كتحيد فقر الدم، انا جربتها عرفتي راه نفعتني بزاف، حيدت لي فقر الدم وكتعطيك واحد النضاره للبشره، وكتخلي البشره ديالك في الغوص، كتحيد السخفه، وزوينه بزاف بزاف بزاف. انا ما بقاتش كتخطاني من الدار، الشمندر اولا الباربه، حنايا هنا في المغرب كنقولوا لها الباربه، ما كتخطانيش من الدار، فين ما كنمشي للسوق كل سيمانه كنجيب منها كيلو جوج كيلو، بعض المرات يعني كنمشي جوج مرات في السيمانه للسوق، كل مره فين ما كنمشي كنجيب معايا كيلو ديال الباربه، كندير منه العصائر وكنسلقها وكنعطيها لبنياتي ياكلوها، زوينه بزاف الباربه البنات، خاصه ما تخطاكمش من الدار. عندي هنايا العدس الاحمر، العدس الاحمر حتى هو راه زوين بزاف لفقر الدم، عنده واحد الفوائد كثيره 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 للفقر الدم، وكيحيد السخفه وكيعطينا واحد النضاره للبشره. هاد العدس البنات، هاد الاحمر هذا ماشي العدس داك المارو داك البلدي، هاد الاحمر انا دابا ما غاديش نديرو لحقاش ما مجدته ما والو، الا بغيتو نتوما ديروه راه زوين زوين في هاد العصير. كتشدي واحد المعلقه، تاخدي معلقه كبيره ديال العدس كتنقيه، وكتاخدي ديريه في شي مقيله اولا في الفران، وكتبقاي كتحركيه حتى كيتحمر، ماشي كيتبدل ليه اللون ديالو، غير كيتحمر يعني كما كنقولوا باش ما يبقاش خضر، ما كيتبدلش ليه اللون ديالو، ما كتخليش حتى كيولي مثلا مارو ولا كيتحرق ليك، لا كتبقاي تحركي غير واحد شويه تقريبا واحد 5 دقائق في المقله اولا في الفران حتى كيتحمر لك شويه باش ما كيبقاش خضر، باش ما يضرك ما والو، صافي. وكطحنيه يعني بحال كيطيب، كطحنيه حتى كيتنين، وكتغرب ليه وكتاخذيه وكديريه مع هذا العصير، صافي. كما قلت لكم البنات عندي العنب المجفف او الزبيب، البنان، خيزو، ليمون، الباربه، والعدس الاحمر،
انا ما غاديش نديرو دابا حيتاش خصني ضروري نحمرو في المقله، وانا دابا ما عنديش الوقت، احسن مره اخرى ان شاء الله ونديرو صافي. والماء باش غادي نطحن هاد المكونات اللي عندي. صافي دابا غادي نقي الليمون والباربه وخيزو، هادشي كله غادي نقيه وغادي نرجع لكم. صافي هنايا نقيت هادشي كامل، نقيت البنان خيزو الباربان الليمون، الليمون كنقسمو بحال هكا باش كانت في دوك الاضيمات ديالو كنحيدهم باش ما كيطلقش لنا ديك المروره. هاد الزبيب راني غسلته، كتنقيه وكتغسليه من ديك الغبره، ولا كترطبيه شويه في الماء واحد 5 دقائق باش كتحيد منو ديك الغبره وداكشي اللي تيكون فيه. صافي دابا غادي ندير هاد الخلاط ونقطع فيه هادشي. هاد العصير البنات غديروه في شهر رمضان وغطحنوا ليه الوالدين عليه. انا غادي نزيد عندي الفريز الثلاجه، غادي نمشي نزيد جوج ديال الفريزات. الا عندك الفريز ديريه، ما عندكش هادشي راه تبارك الله راه فيه الخير والبركه، راه غيعطيك واحد القوه وغيحيد لك فقر الدم، وما نقولش لك النتيجه ديالو زوينه بزاف. الباربه من الاحسن البنات تكون خضره، خضره ماشي تسلقوها، تكون خضره ديروها بحال ما كانت خضره. صافي غادي ندير دابا الزبيب، ما ديري فيه لا سكر لا والو. الليمون حلو، البنان حلو، الباربه حلوه، الزبيب حلو، كلشي حلو. غنمشي دابا نجيب الفريز، ندير واحد جوج فريزات البنات، غادي نزيد جوج فريزات. الا عندك الفريز كما قلت لك ديريه، ما عندكش بلاش. نتوما نعم ماما. صافي وغادي نزيد الماء. بالنسبه باش غادي نطحن هذا العصير، بغيتو ديروا الماء ديروا الماء، بغيتو ديروا العصير ديال الليمون ديروا العصير ديال الليمون. انا بعض المرات الا كان عندي ليمون في الدار كنعصر الليمون وكنديروا بالعصير ديال الليمون، كيجي عاوتاني رائع بزاف. بغيتو ديروا الماء ديروا الماء اللي بغيتو، انا دابا ما عنديش العصير ديال الليمون، غادي ندير الماء. ممكن عاوتاني تقدروا ديروا ايطرو ما كاملش ديال الماء، تقدروا ديروا النص ديالو العصير ديال الليمون والنص كتكملوا بالماء اللي بغيتو. المهم راه الا درتو غير الماء راه زوين بزاف، حيت هنا عندنا الليمون عندنا الباربه عندنا كلشي، هادشي زوين. صافي انا غادي ندير الماء تقريبا واحد الايطرو ما كاملش، ايطرو قل شي حاجه، قل شي شويه، قل شي حاجه قلت لكم. هنايا واحد ديك ديال الفريز. صافي غادي نطحن دابا هادشي كامل مزيان. صافي البنات كتشديه بحال هكا كطحنيه مزيان، كطحنيه مزيان. انا كنت كنصفيه بعض المرات ولكن من الاحسن ما تصفيش. الا كانت عندك الماكينه كطحن مزيان طحنيه وراه كيولي زوين بزاف. كما قلت لك ما دير فيه لا سكر لا حتى شي حاجه، كلشي داكشي اللي فيه حلو، الزبيب البنان الليمون كلشي حلو، الباربه كلشي حلو. صافي كما قلت لك طحنيه مزيان بحال هكا وبلا ما تصفيه باش كاع ديك الفوائد كلها كتبقى. صافي وكديري يا اختي كيبرد شويه في الثلاجه، ولا الماء اللي غطحني به يكون بارد باش كيجيك زوين. راكم عارفين ملي كنكونوا صايمين ولا حتى في الايامات العاديه العصير الا كان بارد راه كيجينا منعش وزوين. كما قلت لك ديري الماء اولا العصير ديال الليمون داكشي باش غطحنيه، ديريه في الثلاجه حتى يبرد مزيان. صافي وعاد هاد الفواكه اللي درت حتى هما يكونوا باردين وطحنيه باش كيجيك زوين وكتشربيه بالصحه والراحه. وما نقولش لكم راه الفوائد ديالو كثيره وكثيره بزاف، كيعالج فقر الدم، راه غزال هذا العصير هذا. المهم البنات انا غادي نخلي هذا غادي نديرو في الثلاجه وغادي نبقى نشرب منه نهار كامل، كتشربي منه نهار كامل مثلا واحد 4 السوايع 3 السوايع كتشربي منه فين ما كدوري كتشربي منه. هاي هاد العصير اللي اكثر من رائع، كما قلت لكم تحيد السخفه، كيعالج لنا فقر الدم وكيعطينا واحد النضاره للبشره، كتولي البشره ديالك غزاله كتحمق. المهم هاد العصير هذا في هاد الايامات العاديه كتشربيه على طول النهار. هاد القياس هذا راه تبارك الله راه مازال عطيت منه دابا لبنتي، عطيت منه كاس حتى بناتي كيعجبهم. كتشربي منه نهار كامل، نهار كامل كتشربيه في الصباح مع الغداء في العشيه، ملي كتعشي الوقت اللي بغيتي كتشربي منه. وفي شهر رمضان الله يدخل علينا وعليكم الصحه والسلامه كتشربيه مع الفطور ملي كتكوني صايمه وكيأذن المغرب، كتشربي منه كاس كاس بحال هكا قياس اللي غادي تقدي عليه، كتشربي مع العشاء عاوتاني كاس، ومع السحور ضروري ما تشربي ليا مع السحور ضروري باش كيعطيك واحد القوه
وكيعالج فقر الدم بالنسبه للبنات اللي ما عندهم اللي عندهم فقر الدم، والبنات اللي ما عندهمش فقر الدم وكتجيهم يعني العيا والبشره ما كتكونش فيها واحد النضاره، ضروري اختي تشربي لي هذا في الاسبوع الاول ديال رمضان، شربيه كل نهار كل نهار كما قلت لك، كديري هذه الكميه هذه هذا القياس هذا وكتبقاي كتشربي منه الليل كامل. في الايامات العاديه كتشربي منه على طول النهار، وفي رمضان كتشربي منه الليل كامل حتى كي حتى كيوصل الوقت ديال السحور ثاني وكتشربي منه كاس. راه ما نقولش لكم راه زوين بزاف وما ديري فيه لا سكر لا والو، راه كلشي حلو كما شتي معايا، الزبيب حلو، البنان حلو، الليمون، الباربه، كلشي حلو. ولا بغيتي تزيدي شويه الفريز، انا حيت عندي دابا الفريز في الثلاجه درت واحد جوج فريزات، ما بقول العدس، العدس البنات قبل ما ننسى العدس الاحمر راه زوين بزاف، كتحمريه في المقله، كتاخذي واحد المعلقه كبيره ديال العدس الاحمر كما شفتوا معايا، كتحمريه في المقله اولا كتدخليه الفران وكتبقاي تجدي كتحركي حتى كيتحمر باش ما كيبقاش خضر، وكتطحنيه وكتغرب ليه مزيان وكتخلطيه مع العصير، راه زوين لفقر الدم. عرفتي راه ما نقولش لكم، راه انا براسي كان فيه فقر الدم داك الحاد، تصوروا كان عرفتي وليت صفراء، عرفتي وليت صفراء صفراء صفراء، وملي درت هاد الوصفه هادي الحمد لله رجع فيا الدم ورجعت البشره ديالي زوينه، وفمي ولا في الغوز وايديا ولاو فيهم داك اللوين داك الغوز. المهم الحمد لله هاد العصير نفعني بزاف، فداك الشيء علاش بغيت نعطيه لكم. ودابا في الوقيته ديال رمضان ما كيخطانيش، ضروري كتلقايني حاطاه في الوقيته ديال الفطور والعشاء والسحور. الا بحال دابا الاسبوع الثاني ديال رمضان الا ما بقيتش كنديرو يوميا كنديرو على الاقل ثلاثه المرات في الاسبوع، ثلاثه مرات في السيمانه. المهم خواتاتي انا غادي نذوقو معكم كما قلت لكم بلا ما ديروا فيه السكر، راه تبارك الله حلو وزوين. بسم الله، غزال فن فن فن. انا بنتي هانتوما، انا بنتي هذاك غريب هانتوما، قسما بالله بناتي كيحمقوا عليها هانتوما. دابا انا كنصور وجات عندي قالت لي ماما عطيني، انا درت لها في هذا هانتوما شفتوا، شربات تبارك الله كاس تقريبا كاس ديال اتاي عامر، وعاود قالت لي زيديني وعاود ثاني زدتها. عرفتي راه كنديروا لها في هذه باش كتنصو بحال ما هكا كيجيها ساهله، هذه بنتي الصغيره كيحمقوا عليه بناتي. زوين بزاف هذا العصير، تشربوا منه لوليداتكم، تشربوا منه نتوما الدار كامله، عرفتي راه زوين زوين زوين، كيعطيك واحد القوه وواحد اللون للبشره ما نعاودش لكم. وبلا ما نبقى نهضر بزاف، راكم عارفين الفوائد ديال الباربه والفوائد ديال البنان، الليمون، الزبيب، العدس الاحمر، كلشي عارفين الفوائد ديالو. المهم خواتاتي كما كنبغي لكم الخير وكنشارك معكم اي حاجه كتعجبني في صحتي والبشره ديالي وكت زوينه كتعطيني واحد النتيجه اللي هي زوينه كنشاركها معكم، فحتى نتوما خواتاتي فضلا وليس امرا ما تنساونيش من اللايكات ديالكم باش الفيديوهات يطلعوا للناس اخرين حتى هما يستافدوا وتعم الفائده على الجميع، وحتى نتوما يقول لكم الله يرحم الوالدين. كما خواتاتي كيدخلوا في التعاليق وكيشكروني وكيرحموا ليا والديا، حتى نتوما غادي يرحموا لكم والديكم. ومبروك عواشركم مره اخرى، والله يدخل عينه عليكم شهر رمضان، غنبقاو نقولوا مبروك عواشركم حتى يجي رمضان، الله يدخل عينه عليكم شهر رمضان بالصحه والسلام والرزق والهنا وراحه البال واش ما كتمنى. يلا خواتاتي خليتكم على خير، وما تنساونيش كما قلت لكم البارطاج ومن التعاليق ديالكم الزوينه، وليتو كتنساوني من التعاليق. خواتاتي انا كنبغي التعاليق ديالكم باش كنعرف يعني الفيديو واش عجبكم، الوصفه واش جربتوها واش عجباتكم ولا لا، بحال كنهضر معاكم يعني في التعاليق، ملي كنجلس كناخذ التليفون وكنبقى نجاوبكم بحال جالسه معاكم وكنهضر معاكم. وراكم عارفين المعزه ديالكم عندي خواتاتي، واللي كنموت عليكم، الناس اللي كنعرف واللي ما كنعرفش كلكم عندي بحال بحال. والبنات اللي واحد البنت اللي كتكتب لي دائما في الكومونتير كتقول لي فيك الهضره بزاف، راه تحمليني اختي، تحمليني بالهضره ديالي بكلشي بالتبلبل ديالي بكلشي، خذي غير وصفه، اي وصفه خديها وديريها ورحمي لي الوالدين وبلا ما تبقاي تسمعيني، خليها خواتاتي اللي عزيزه عليهم وعزازين عليا هما يسمعوا النصائح ديالي ويستافدوا منها. يلا خواتاتي خليتكم على خير وتهلاو لي فراسكم وحيدوا العجز، وملي تكوني اختي توجدي في الفطور ان شاء الله في رمضان وجدي حتى هذا العصير هذا وتشوفي البشره ديالك كيفاش غادي تولي. يلا خليتكم على خير، تهلاو.